معي للحديث عن الإعلام الغربي وكيف تناول العدوان الإسرائيلي الإجرامي على غزة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، أستاذة الإعلام وخبيرة إعلام الحروب والأزمات. الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، مشوار أكاديمي وعملي حافل ودور كبير في دعم الدور الاجتماعي للإعلام الوطني. في عام 2019 اختيرت الدكتورة هويدا مصطفى ضمن أهم 50 شخصية نسائية مؤثرة، كما حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية وجائزة التفوق من المجلس الأعلى للثقافة. وبين العمل الأكاديمي والاجتماعي ترأست الدكتورة هويدا وحدة الإعلام ومناهضة العنف ضد المرأة في جامعة القاهرة، وأسهمت في تطوير مناهج الدراسات الإعلامية، وأنشأت مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي الذي يعد من أكبر مراكز التدريب الإعلامي في مصر. وللدكتورة هويدا مصطفى العديد من الكتب والدراسات العلمية، منها الإعلام والتنمية المستدامة والإعلام ومواجهة الإرهاب، دليل الممارسة المهنية، والإعلام والأزمات المعاصرة، ودور الإعلام في إدارة الأزمات، والإدارة الإعلامية الدولية لحرب الخليج.